في ايه؟ في ناس عايزين قبل امين. فين هم؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت والد امينه؟ اي انتوا زمايلها في الجامعه؟ لا احنا مباحث. مباحث؟ هي فين؟ دي عيانه جوه في الاوضه. عاوزينها في موضوع مهم. اتفضلوا. البهوات ظباط مباحث وجايين يتكلموا معاكي. ما تخافيش، احنا جايين نستفسر منك عن شخصية كنت تعرف. ما اعرفش عنها حاجة خالص. شفتي ازاي عرفتيها؟ الصورة دي بتقول انك كنت عندها في حفلة عيد ميلادها اللي في اخرها اتقتلت. ايوه انا رحت شوية صغيرة ومشيت على طول قبل ما تتقتل. مشيت رحت على فين؟ سيبنا شوية لو سمحت. ما تخافش مفيش حاجة. اتفضل حضرتك. حاضر. يا رب سترك ورضاك. بعد ما خرجت من عند ابراهيم المغربي رحت فين يا امينه؟ قولي يا امينه قولي، ما تكذبيش. رحت عند سناء وقتلتيها؟ لا ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ ما اعرفش. انت لازم تثبتي كنت فين ليله الحادث. في ايه يا امينه جيب؟ والله ما انا عارف يا بنتي. سترك يا رب. يا ترى ايه. امينه نجيب طالبه في الجامعه، ايه وجه الصله بينك وبين فنانه زي المجني عليها؟ اتعرفتي بيها ازاي يا امينه؟ ما كنتش اعرفها لما الصور اللي في المجلات. صورك اللي في بيتها بتقول انك كنت على صله وثيقه بيها. ابدا والله، ده انا ما رحتش بيتها غير 3 مرات بس. وايه اللي وداكي هناك يا امينه؟ هما اللي خدوني. هما مين؟ قولي يا امينه قولي، ما تخبيش حاجه، قولي كل اللي تعرفيه. أمينة زميلتنا الجديدة في الأوضة. هاي. أهلا. سريرك أهو يا أمينة. أنتي منين؟ من طنطا. وأنا من اسكندرية. صحيح؟ ومادموزيل ألفت برضه من اسكندرية؟ مادموزيل؟ لا أنا من مصر. بس بابي متجوز وعايش في المعادي. ومامي عايشة لوحديها في مصر الجديدة. وأنا بقى باخد حريتي هنا. أنت هتفضلي قاعدة كده؟ ما تقومي تغيري هدومك ولا مكسوفة؟ لازم جسمها مش حلو. انتي مخطوبة يا أمينة؟ لا. ليكي بوي فريند؟ لا طبعا. أحسن، خليكي كده منطلقة زينا. لا انا هبقى اوصلك واسيبك ونتقابل بعدين. احنا رايحين فين؟ انت مش كان نفسك تشوفي سناء كامل؟ رايحين لها دلوقتي؟ طبعا هخليكي تشوفيها وهي بتفنن. Thank you.
جدا جدا. ميرسي قوي. تيجوا معايا؟ طبعا. طب يلا مين؟ على فين؟ هنتأخر ومش هيرضوا داخلين البيت. يبقى احسن. يلا بينا. الست سناء عاوزاكي فوق. عاوزيني انا؟ اه يلا اطلعي قومي يا حبيبتي. اطلعي اوام حسب ما تسلم. اطلعي بالسلامه. برضو كبير عليا. معلش انا حكالي الخياطه بتاعتي تعملي كام فستان. اسمعي خدي دول دلوقتي. لا اسمعي لا بس. لا لا انا عارفه ان ظروفك وحشه. معلش ما تزعلنيش منك ولو عوزتي اي حاجه تقولي لي. خلاص خلاص. هلو. الحقي يا امينه باباكي مستنيكي في اوضه المشرفه. اهلا يا بابا. اهلا امينة. حضرة المشرفة بتقول لي انك دفعت الايجار يا بنتي. ايوه يا بابا اصلهم في الكلية ادوني 10 جنيه علشان انا متفوقة. طيب كنت بعتي لي يا بنتي عشان افرح معاكي. ده فستان جديد ده يا امينة. ايوه يا بابا. مبروك يا بنتي. انما ده برضه من فلوس التفوق. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. ده رخيص قوي يا بابا اصل فستاني القديم داب. يا بنتي ربنا يسعدك. البسي زي ما انت عايزة. دي حكاية التفوق دي هتحل كل حاجة. اظن بعد كده مفيش داعي ابعتلك فلوس يا امينة مش كده؟ انا اعرف ان فلوس التفوق دي بتبقى على طول مش كده يا امينة؟ مخبيش عليك يا بنتي. المبلغ بتاعك ده كان بيقطم وسطي. كنت بستلفه بالجنيه والاتنين. الحمد لله هي فرجت. رزق اخواتك يا بنتي. كل معارف سناء ناس كبار قوي ينفعوا في كل حاجه. انما كلهم كوم وابراهيم المغربي ده لوحده كوم. ده كوم كبير قوي كله عمله صعبه. على فكره يا امينه ده معجب بيكي.